ورجعنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين. ضيفي ونجم النهاردة هو محمود الجزار، مدافع البنك الأهلي والجونة سابقا والأهلي سابقا كهربت إسماعيلية سابقا، صح كده؟ صح كده. أخبارك إيه؟ مشرفني من النهاردة حبيبي يا كابتن، ده شرف ليا ومبسوطين أوي حضرتك. عامل إيه؟ كله كويس؟ الحمد لله تمام. في قبل قرار إسماعيلية؟ لا ما كانش في حاجة. هي البداية؟ آه هي البداية. وأنت عندك كام سنة؟ لا من وأنا عندي 14 سنة. 14 سنة؟ طب وقبل ومنون وقبل 14 وبتلعب فين؟ لا كنت في الشارع بقى ومراكز الشباب وكده. مركز الشباب ايه؟ مركز شباب الصحار. دي في اسماعيلية؟ انت ابتديت سكور انت عندك كام سنة؟ 8 9 سنين ولا ايه؟ 8 سنين. 8 سنين. اه لعبت فيرست تيم كهرباء اسماعيلية؟ اه في القسم الثاني. في القسم الثاني اه. صعبة الدنيا تحت ايه؟ الدنيا كانت موت. موت ها؟ بس الحمد لله ربنا كرم يعني واتنقلت نقلة كويسة. الحمد لله. لعبت وانت عندك ايه 18 سنة؟18 سنة. صغير.